حاله، يعني يكون في مثلا تنسيق ما بين مثلا دوله ودوله فيما يتعلق بما، لكن ما فيش اليه اللي هو بيسموها اطار عمل او فريم ورك جامع للكل. ثانيا اصبحت في بعض الدول التنظيمات اقوى من الدول نفسها. نعم. وعجبني الحقيقه في كلمه السيد احمد ابو الغيط ان هو لخص في بندين دور الارهاب، فانه يهدد الدوله المركزيه الدوله الوطنيه وبيهدد صوره الاسلام السامح. يعني انا عجبني الحقيقه كلمته، كانت نعم. كلمه معبره جدا، ان احنا اصبح دلوقتي في فلسطين غزه مختطفه الحكم، في اليمن جماعه انصار الله الحوثيين انقضت على الشرعيه واختطفت الدوله واصبحت في حرب تعدت العام وتحولت لحرب استنزاف ومستنقع لا يعرف احد مدى. فلو وصلنا للاليتين دول، اليه المعلومات واليه القوات، طبعا يسبقها تعريف الارهاب. يعني نعم بالتأكيد. مش يعني عشان نبقى الدنيا واضحه، لان انا ما ينفعش اقدر اوصل لهدف انا مش عارف شكله ايه وتعريفه وخصائصه. لو وصلنا لدول يبقى فقط في هذه القمه يبقى احنا نجحنا. انا شايف الكلمات تعبر بشكل عام، بشكل ربما فضفاض، بشكل ربما يحمل نوايا. ان كانت القمه قمه الامل بطرح النوايا فهذا حسن، لكن الفعاليات التي تنشأ على القمة ربما تكون بداية. نعم. أنا بقول بداية ليه؟ لأن القمة 26 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر كان هناك الكثير من النقاط التي تم تأجيلها وترحيلها للقمة بدون أن يتم اتخاذ خطوات فاعلة، ومنها القمة القوى العربية المشتركة. نعم. واللي اجتمع وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ولم ينشأ. نعم. حنتحدث عن القوى العربية المشتركة، ولكن نواصل ما لدينا من أخبار. أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن بلاده ستعمل خلال رئاستها للقمة العربية في دورتها 27 على بلورة آلية تعاون مشترك بين الدول الأعضاء. وأشار الرئيس الموريتاني أشاد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للقمة العربية في دورتها 26. إننا نواجه اليوم تحديات كبيرة على رأسها إيجاد حل عادل ودائم لقضية العرب المركزية، القضية الفلسطينية، التصدي لظاهرة الإرهاب وإخماد بؤر التوتر والنزاعات التي تلكها التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما يشكل تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة على الصعيد العربي رهانا حقيقيا لتستعيد أمتنا المكانة الرائدة التي تبوأتها بين الأمم خلال حقبة ذهبية من تاريخها. طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالعمل على إيجاد آلية تعاون للتصدي للإرهاب، وشدد على ضرورة العمل على تعزيز جهود التنمية في الدول العربية واحترام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخر. إن أمتنا العربية تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب، هذه الآفة اللعينة التي استشرت بشكل غير مسبوق وتضرب بلا هوادة داخل مجتمعاتنا. ولا شك لدي أن الانتصار في الحرب على الإرهاب والتطرف يتطلب وضع الآليات والأساليب الكفيلة بتنفيذ القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة في سبتمبر عام 2014، وهو ما يتطلب تطوير الاتفاقيات والالتزامات الخاصة بالتعاون والتنسيق العربي وتعبئة الجهود العربية لقيادة تحرك إقليمي ودولي للقضاء على الإرهاب الذي اتخذ من عالمنا العربي أساسا ومسرحا لعملياته التدميرية والإجرامية، والذي أراه يهدد في الواقع مقومات الدولة الوطنية ويشوه عقيدة الإسلام السامحة. كما أن تسوية الأزمات السياسية وإعادة الاستقرار للمناطق المضطربة سيساهم لا محالة في تكثيف منابع الإرهاب ومستنقعاته ومصادر تفريغ تنظيماته الهدامة لكل مظاهر الحياة واستقرار المجتمعات العربية.
كانت القمة العربية قد انطلقت اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في دورتها العادية 27. يتصدر جدول أعمال القمة النزاعات في سوريا وليبيا والعراق، كما تبحث القمة موضوعات من بينها تشكيل قوة عربية مشتركة والمبادرة الفرنسية الهادفة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وقد سلم رئيس الوزراء شريف إسماعيل رئاسة القمة من جمهورية مصر العربية رئيس الدورة السابقة إلى موريتانيا رئيس الدورة الحالية. وعودة من جديد مشاهدينا للدكتور سمير راغب رئيس المنظمة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. دكتور سمير، كنا نتحدث قبل هذه الأخبار عن تشكيل قوة عربية مشتركة. فكرة تشكيل هذه القوة العربية المشتركة ليست بالجديدة، ربما طرحت من قبل، ولكن من الخمسينات، من 1950. نعم، ما هي المعوقات التي حالت دون يعني وجود هذه القوة العربية المشتركة ولم تعد موجودة هذه الآن التحديات التي منعت وجود وتشكيل هذه القوى العربية؟ أحييك على السؤال. مشكلة الوطن العربي بشقه الأسيوي اللي فيه الخليج وفي الأردن وفي سوريا، وشقه الأفريقي اللي فيه مصر وليبيا والمغرب العربي والسودان، هي قضية اختلاف الأسبقيات. الجزء الأسيوي يرى أن ما يحدث في اليمن الخاصرة الرخوة للجزيرة العربية ربما يؤثر أكثر من ما يحدث في الجزء الأفريقي في شرق الوطن العربي في ليبيا مثلا. عدا الإمارات، الحقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة بتشارك تقريبا موقف لدرجة تقترب من التطابق سواء في ليبيا أو في سوريا، لكن بشكل عام هو يرى أن التهديد في اليمني وعاصفة الحزم وما تبعها من عمليات ربما أهم لديه في أسبقياته، لكن لا يغفل أن هناك خطر في ما يحدث في ليبيا. كذلك ما يحدث في العراق يؤثر كثيرا على الشق الأسيوي من الوطن العربي. ما يحدث في سوريا أيضا، وقضية عدم وجود تطابق أو حتى تقارب فيما يتعلق بحل الأزمة، ووجود بعض الدول تضع مستقبل بشار الأسد قبل التسوية السياسية، مثل السعودية رحيل بشار الأسد، وأن لا مستقبل بشار الأسد هو يعتبر يعني قسم مشترك لجميع تعبيره عن القضية، عكس مصر ربما ترى أن خيارات كل الشعب السوري وليس لدولة أخرى أو لوطن آخر، مستقبل الشعب السوري، مستقبل الشرعية أن يكون هناك رئيس منتخب بإرادة سواء اختاره الشعب، اختار بشار أو اختار غيره. نعم. فهذا الذي يجعل إن شكلت قوة فستوجه ضد من؟ نعم. يعني هنشكل قوة بينما أن السعودية وحلفائها بتحتاج لدعم آخر لحسم المعركة في اليمن، فهل من المنطقي أن تدعم قوة حتى تحارب في ليبيا؟ بالإضافة وعشان نتكلم بشكل صريح، حتى الموقف من الصراع في ليبيا، هناك دول بتتعاون مع حكومة الإخوان في الغرب في طرابلس، منهم قطر مثلا على سبيل المثال، منهم دول تقف على الحياد مثل تونس والجزائر، منهم دول من مثل مصر والإمارات والأردن تساند الحكومة الشرعية، حكومة الشرق اللي هي الحكومة الشرعية، الحكومة اللي مش إرهابية. فهذا يجعل إذا شكلت قوة، أولا من سيدعم هذه القوة؟ بينما الخليج سيدعمها ماديا. نعم، لا بد من دعم مادي. والدليل عشان ما يبقاش كلامي يعني مرسل، إن في ما بعد مؤتمر القمة السابق صحينا الصبح لقينا أن السعودية اتجهت إلى منظمة التعاون الإسلامي لتشكيل قوة إسلامية تحت مظلة مؤتمر التعاون الإسلامي. ليه؟ لأنها بدأت تبحث عن أطراف إقليمية غير عربية لها قدرة عسكرية، مثل تركيا اللي أصبح بعد الانقلاب ما يقدرش يطلع عسكري برا تركيا أصلا، ولا يقدر يطير بطيارته، ومنها باكستان اللي برضو يعني دستورها بيمنع، ولكن هي قضية بتعكس أن العرب أصبحوا يبحثوا خارج محيط هذه الجامعة العربية عن حلفاء لتواجه مشاكل هم قادرون إن استغلوا هذا المحيط العربي في مواجهتها. نعم. فده بيأخر، بالإضافة لسبب وجود بعض الدول التي فيها أنظمة تخشى أن توجه تلك القوة ضدها، مثل العراق. ربما العراق مثلا، وخاصة أن الحكومة معروفة بأنها مدعومة إيرانيا وليس ولها مواقف تحولت، ربما في الفترة الأخيرة بدأت تعود إلى المحيط العربي، ولكن هو يقول لك ما ممكن نعمل قوة عربية وبعد كده يجي يقول لك احنا جايين نساند فصيل في العراق. نعم. مثلا او اخر.
فبالتالي وانا عشان كده دايما بقولها وحتى ليا مداخلات كتير في قناه النيل الاخبار بقول ان انا يعني غير متفائل ان في المنظور القريب ستشكل تلك القوى، وخاصه في تاريخ القوى العربيه ان معظم الامور تمت خارج مظله القوى العربيه. حتى حرب اكتوبر لم تفعل بالمناسبه رغم التعاون والمشاركه العربيه. حصل ما بيننا وما بين سوريا اتفاق دفاع مشترك خارج مظله الجامعة. اتفاق ثنائي. ثنائي ما يتعلق بقى بحرب الكويت وما تلاها من ده، كل ده تم خارج القوى العربية. أنا حضر بساتك مثلا لما حصل مشكلة إن إسرائيل هددت بتحويل نهر الأردن، اجتمع القوى العربية المشتركة وقال لك ودعوا الرؤساء اللي هو المجلس الأمن القومي، اجتمع بعد سنة وشهرين. نعم. كانت القضية حلت، يعني لو كان اعتمدوا على تلك الآلية كان زمان يعني النهر اتحول. فطول ما فيش تعريف مشترك للإرهاب، طول ما فيش تعريف مشترك لأسبقيات العمل العربي، طول ما فيش تعريف مشترك أن هذه الآلية لحفظ الأمن الجماعي العربي والاعتماد على ما يسموه الآلية القطرية أو الوطنية، أن كل دولة تعنى بأمنها الداخلي وأمنها الوطني. نعم. مع العلم أنت مباشرة لمتابعة كلمة وزير تدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى وحرصه على العلاقات الطيبة مع الجارة تركيا لا يعني أنه على استعداد للتفريط بسيادته التي لا زالت منتهكة من قبل الحكومة التركية من خلال توغل قواتها في الأراضي العراقية دون موافقة أو تنسيق. ورغم مطالبات العراق المتكررة للحكومة التركية باحترام سيادته وسحب قواتها من الأراضي العراقية، ورغم الإجماع العربي الذي تجلى بالقرار الداعم للموقف العراقي المرقم 7987 الصادر عن الجلسة الطارئة في 24/12/2015 والقرار رقم 8024 الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 145 في 11/3/16 ورغم الوعود المتكررة التي أطلقها الجانب التركي إلا أنه لم يفي بتنفيذ تلك الوعود والقرارات العربية ذات الصلة. لذا ونحن إذ نثمن الموقف العربي الموحد أزاء هذا الانتهاك ندعو الأشقاء العرب إلى موقف أقوى يفرض على تركيا احترام السيادة العراقية والقرارات العربية وعدم الاستخفاف بها. الأخوة الكرام، أن نجاح العراق في ضم الأهوار وبعض المدن الأثرية إلى لائحة التراث العالمي لليونسكو يعد إنجاز كبير يسجل للبيت العربي باعتبار العراق عضو مؤسس وفاعل فيه. وفي هذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الدول التي صوتت لصالح هذا القرار ومنها الدول العربية الشقيقة. السادة الرؤساء وممثلو الدول العربية الشقيقة المحترمون، يحتفظ العراق بموقفه الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية من خلال تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في فلسطين لنيل حقوقهم المشروعة والتي انتهكها الكيان الصهيوني الغاصب. وندعم كل ما من شأنه إعادة القضية الفلسطينية للصدارة لتأخذ حقها من الأهمية التي تراجعت للأسف بفعل تعقيدات الوضع العربي الراهن. كما نؤكد على موقف العراق الثابت والجلي من الأزمة السورية والمتمثل بإيجاد حل سلمي للأزمة وإيقاف نزيف الدم وإدانة كافة أشكال العنف، كما يدعم العراق الحل السلمي والحوار الوطني بين جميع الأطراف ويؤكد بأنه ضد التدخل الأجنبي حفاظا على وحدة سوريا وسلامة شعبها. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في اليمن فإننا ندعم حل الأزمة بالحوار السياسي المفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل جميع أطياف الشعب اليمني، ونثمن في هذا المجال جهود دولة الكويت الشقيقة في استضافتها للمفاوضات بين الأشقاء اليمنيين للوصول إلى حل ينهي القتال بين أبناء الوطن الواحد وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد الاستقرار لليمن العزيز. وكذلك الحال بخصوص تطورات الأوضاع في ليبيا، فإننا ندعم حكومة الأخ فايز السراج
في جهودها لتوطيد الاستقرار ومد سلطتها إلى كافة ربوع ليبيا ومكافحة الإرهاب، وندعم القرارات الأممية التي من شأنها تمكين الحكومة الليبية من فرض سلطتها على كامل التراب الليبي. أيها الأخوة،